شكرا فاروق صلاح مراسلنا. فاروق صلاح شكرا جزيلا ليك على لقائك مع السيد سالم لاعب وادي دجله. كابتن سمير صباح الفل ومساء الفل وكل سنه وانت طيب وكل مسا زي عليك احلى من اللي قبله. كل سنه حضرتك طيب يا كابتن وكل مصر طيبه وبصحه وسعاده. ماتش النهارده حلو. عيد ايه بس لو؟ العيد كان كويس الحمد لله. بتذبح انت ولا حد؟ لا لا بذبح او بذبح الصبح. انت اللي بتذبح؟ لا مش انا اللي بذبح، حد بيجي يذبح. انا كنت النهارده بوحه يعني. انت اللي ذبحت؟ امال ايه؟ لا والله. امال ايه اهو؟ وحد كان بيساعدك ولا ايه؟ ما شافني اساسا يعني افتكر استسلم. لا استسلم على الاخر طبعا. استسلم الله يكون في عونه في عونه. عينه راحت رايحه لورا كده وبتاع. وبتخلص من الذبح لغايه اخر حاجه ولا هو الذبح وخلاص؟ ايه ده؟ بتكمل بقيه بقى عمليه ال بذبح وخلاص بقى يعني. مالكش دعوه. ما اعرفش حاجه بقى، ما اعرفش ما اعرفش ايه اللي بيحصل بعد كده يعني. كل سنه طيب يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا كابتن وين؟ طيب اتفضل. النهارده تقل النهارده كان عندنا مباراه الاهلي وادي دجله من المباريات المهمه للفرقتين. الواحد كان متوقع اداء مختلف كحاجات فنيه، بس طبعا كل مباراه ليها ظروفها. النهارده ادار اللقاء طاقم حكام دولي بقاده محمد الحنفي ومعاه محمود ابو الرجال مساعد اول وشريف عبد الله مساعد ثاني، والحكم الخامس محمود البنا ومبروك نبيل، وكان معاهم محمد عبد الحافظ من منطقه اسكندريه. هنا طبعا بيعملوا عمليه الاحماء اللي هي قبل المباراه، بيبقى الثلاث حكام بس اللي بيعملوا عمليه الاحماء. النهارده المباراه كمجمل يا كابتن سيد من وجهه نظري محمد نجح بنسبه فوق 90% 95%، برغم المباراه اتصعبت بسبب النتيجه، النتيجه ما كانتش سهله. في حالات كتيرة رصدناها إيجابية كانت لطاقم الحكام، وفي بعض الحاجات من وجهة نظرنا إحنا ما كانتش إيجابية، بس الحمد لله ما أثرتش على نتيجة المباراة. ما أثرتش على النتيجة لكن كمجمل كمجمل المباراة. ما أثرتش على النتيجة، بس عايز أحكي يعني أتكلم مع حضرتك حاجة ممكن ما أعرفش فنية ولا لأ، لكن أنا بتأثر بيها كلاعب كورة. تمام. تحكيميا ممكن حضرتك تتأثر ولا لأ، تقول لي إحساسك كحكم يعني. اتفضل. في حاجات ممكن ما تأثرش على النتيجة لكن تأثر كتير قوي 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 على المجهود المبذول، مثلا على سهولة الماتش، على عصبية. ما انت النتيجة لو كويسة مثلا بتساعدني كمدرب ان انا اعمل تغيير بدري شوية، الاقي نفسي عايز اريح بعض اللعيبة. لكن لو النتيجة امتدت شوية بنتيجة انا مش عارف، او المباراة امتدت شوية بنتيجة بتبقى انا صعبة. مش راضي عنها ولا حاجة. فبضطر بدفع بكل اوراقي على حساب المجهود البدني. مزبوط. يعني وحضرتك بتكلم في الامور التحليليه، هحكي لك او هقول لحضرتك انا كان قصدي ايه في النقطه دي تحديدا يعني. تمام. لكن المباراه تخلص مثلا في الدقيقه 35 مثلا او الدقيقه 40، غير المباراه تخلص في الدقيقه 80. تمام. وغير لما جول يجي في اول 10 دقائق كمان. بالظبط. فكده انت تبان ان المباراه ما تاثرتش تحكيميا. يعني المباراه هنا كويس ان الاهلي كسب رغم ان ممكن يبقى له ضربه جزاء ولا حاجه، لكن انا بكلمك باحساس مدرب. باحساس مدرب وخصوصا في حاله الاهلي اللي جاي من سفر وجاي من مجهود ومن بطوله لبطوله. اتفضل يا فندم. يعني طبعا وجهه نظر حضرتك سليمه 100%، خاصه حته التاثير ممكن مع عدم احتساب خطا بدري في الاول ياخر نتيجه المباراه، ده بيرتب حاجات زي ما حضرتك قلتها صعوبه للمباراه فيما بعد. يعني هتلاقي الدقيقه 35 مختلف عن الدقيقه 40 45، تبقى برضو قرارات الحكم في بعض الاحيان بتبقى صعبه شويه. احنا النهارده جبنا بعض الحالات ونقدر نعرضها ان شاء الله. جاهز يا سمير؟ اتفضل. سمير عكاشه حضرتك كابتن سمير. اتنين سمير. طبعا دي لقطه نادرا لما بتحصل في الملاعب كلها بصراحه. يعني تعرف طبعا ان كابتن سيد القانون ده اتعمل سنه 90 بعد ما رجعنا من كاس العالم. دي برضه عاوز يعني قبل ما نرجع الكره دي، احنا في كاس العالم سنه 90 كان عندنا كره حضرتك فاكرها، كره اول ما ترجع نرجعها لحارس المرمى كابتن شوبير. كابتن شوبير على طول. رجع لكابتن شوبير بالظبط. فبعدها البورد بتاع ايفاب اللي هو بيعمل يعني الاتحاد الدولي غير القانون ده عشان احنا عشان بجد والله انا بتكلم بجد. بكلم بجد. دي غيرها في مايو 91 لجنه الايفاب اجتمعت ومنعت ان لاعب الفريق المدافع يرجعها لحارس المرمى. ما ينفعش يرجعها. لو هيرجعها انا فاكر مدرب ايرلندا كان بيتحفظ جدا طبعاً على الاداء. اتفضل. لو هيرجعها ممكن يستقبلها على صدره وعلى رجله بس. ولو هو عمل كده وتحايل يعني لو بعد كده بكره كابتن سيد لو استقبلها على صدره وبعد كده نزلها مسكها ده يبقى فيه تحايل وهيبقى فيها ركله حره غير مباشره وانذار. نرجع للكره بتاعتنا النهارده. اللاعب المدافع بتاع وادي دجله بيرجعها لحارس المرمى، فطبعا عم منصف ما لقاش حاجه غير انه يقدر طبعا يلعبها كده بالبوكس كده طلعها بره. طبعا هنا بتبقى ركله حره غير مباشره. وبالرغم يا كابتن سيد دي الكره داخل منطقه المرمى، ده المكان الوحيد اللي في القانون ان انت مش هتلعب الخطا من مكانه. يعني بالرغم ان الخطا اتعمل داخل منطقه المرمى، انت هتوقف الكره على اقرب نقطه من خط الستة ياردة. ودي برضو الحاجة الوحيدة اللي مش هتلاقي من مكانها زي ضربة الجزاء
خطأ من ضربة الجزاء انت مش بتلعبها من مكانها، تلعبها من نقطة ركلة الجزاء. بس هنا بقى الكرة دي بتتميز بحاجة يا كابتن، المدافعين دي الكرة الوحيدة اللي في قانون كرة القدم ان اللاعبين ما يقفوش على خط 10 ياردة. لان ما ينفعش يقف على خط 10 ياردة، لو يقف على 10 بالظبط كده بيبقى عندك تو اوبشن، يعني بيبقى عندك حالتين اختيارين. اول اختيار انك تقف على خط المرمى اللي بين القائمين وتحت العارضة، اوكي ده مش هيبقى 10 ياردة. واللي انت مش عاوز تقف على الخط ده ممكن تقف على اي حته في اي مكان في الملعب بس على مسافه 10 ياردة. طب حضرتك ذكرت قلت يعني بتتلعب من اقرب نقطه كان فيها الخطا. بالظبط بالظبط. بس اقرب نقطه عموديه مين اللي بيحددها؟ الحكم. الحكم اه. طب ليه عملها قطريه؟ ليه عملها مثلا جانبيه؟ انت حضرتك اما تشوف هتلاقي منصف الحته اللي لعب فيها الكوره، بص اقرب حته هتبقى دي، اقرب حته هتبقى دي، وهي يعني الكره راجعه فيها. اه طبعا هنا ده قرار سليم 100%. وخلي بالك لو جت يارده يمين يارده شمال بتاعت برضو الحكم. بس هنا بقى طبعا هو طبق الموضوع يعني بنسبه كبيره طبعا، بس هنا طبعا اللعيبه لازم كلهم يقفوا على خط المرمى، بتبقى شيء فيها شيء من الصعوبه جدا. اما بقى ترغم اللاعبين او تقنعهم، انا بتكلم بحاجه عمليه بالظبط، انا بكلمك حاجه عمليه. انت هنا عندك خيارين، يا تقف على خط المرمى البين قائمين وتحت العارضة، او تقف على مسافه 10 ياردة مش في المكان ده. هنا طبعا كل لعيبه العالم طبعا الكره دي غير مباشره، بس انا بدي نصيحه لكل لعيبه العالم مش فرقه معينه. اما تجي لك كره زي دي وبالرغم انها ضربه حره غير مباشره، انا نصيحتي لاي فرقه في العالم اقف عليها بس تشوطها مباشره. ازاي بقى؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا قلنا لو مباشره ودخلت المرمى مره واحده مش هتتحس. بقى انا بتكلم لك كلعيب، انت لعبت كوره وانت هتحس بكلامي. بمجرد يا كابتن سيد انت بتلعب الكوره الحته دي بتتحرك. مظبوط. في حين بقى انت لعبتها مباشره وجامده بنسبه 95% يا كابتن سيد هتخبط في حد وهتخش جول. اوكي. فنسبه النجاح فيها باللي انا بقولها اعتقد هتبقى افضل. لو لعيب رجليه جامده وشاطها اكيد هتخبط في حد وتلعب. ان مجرد اللعيب لو عملتها مباشره بقى هنتكلم باحساس الكوره برده. لعب قديم وعارف كل حاجة. لو عملتها مباشرة هتيجي في وش يعني عمودي على اللي جاي يقابلني، لكن لو اتحركت شوية بيحصل خلل. يعني ارجع كده ارجع كده بعد اذنك، بس 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 اقف كده. بص حضرتك لو انت عملتها مباشرة كده تمام، استنى بس يعني ماشي معاك احساس لعب الكورة. لو انت شطها مباشرة قص عدد الرجلين قد ايه كلهم، يعني ما جتش ما بين رجل واحد ودخلت على طول مش هتتحسب اصلا. تمام. يعني لو جت تخيل لو جت في واحد مثلا اللي هو رقم 19، هنشوف ارقام الشرطات بقى 19 لو جت في رجله هتخش ازاي، لو جت في رقم 3 هتخش ازاي، لو رجل في 13 هتخش ازاي. لكن اول ابدا اتحرك كده يا سمير. بص او بص 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 بدات بص 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 ما بين 13 و3 انا معاك، بس عارف ان يا كابتن المسافه بقت قد ايه؟ بقت اقل من 6 ياردة. تبقى صعب ضغط عليك هيبقى صعب. بالظبط. تمام. فانا بقولها يعني يبقوا يجربوها بعد كده يعني. طبعا ده قرار رائع من محمود البنا اللي هو الحكم الخامس اللي كان واقف بره، ان هو ادى الاشاره لمحمد الحنفي، ومحمد الحنفي طبعا استوعبها هو البنا اللي كان واقف. البنا هو اللي كان واقف رقم واحد. انا قلت يعني الحكام الخامس، الحكم الخامس تحديدا هنا او هنا، وجهه نظر شخصيه ان هو ما يبقاش حكم تقيل. محمود البنا من احسن الحكام طبعا، ومصنف بشكل كبير جدا مش على مستوى مصر بس كمان على مستوى افريقيا. الحكم الخامس يعني ممكن ياخد فرصته ان هو يبقى حكم خامس. انا كنت بكلم كابتن وجيه احمد من حوالي نص ساعه، قلت له ليه البنا يلعب في ماتش زي النهارده؟ قلت له بالظبط كده من حوالي نص ساعه او تسال، قلت له ليه البنا يلعب ماتش زي ده؟ انت عندك الناحيه الثانيه في مبروك نبيل من الحكام الكويسين. انا كان رايي حكم برده درجه اولى طالع هو يلعب مباراه زي دي، وانا برضو لان البنا ده ممكن اخليه في ماتشات ثانيه. يعني انا ما استوعبش مباراه زي دي مثلا جهاد يقف في الحته دي بصراحه. مع احترامنا طبعا لكل المباريات، انما ممكن استفيد منهم في مباريات ثانيه. هو مش عيب بس انا بقول مش عيب، بس انا عاوز اشجع طبعا اعمل جيتين احساس الملعب الفانيلا تخض، وخصوصا مع احترامنا للحكام كلهم الشخصيه طبعا تفرض نفسها وكل حاجه. لكن اقصد ان انت تواجدك في مباراه فيها الاهلي او فيها الزمالك او فيها الاسماعيلي انا معاك كحكم خامس المسؤوليه مش عليك 100% قوي. انت بتتكلم في 80 90 وحالات فرديه ممكن تيجي وممكن ما تجيش، فتاخد احساس المباراه مع فرقه كبيره. انا اتفق مع حضرتك، وخاصه الفتره الجايه في اول سبتمبر اما الجمهور يخش. فاول ما الجمهور يخش معظم الحكام دول ما لعبوش قصاد جمهور. أوكي. فاتمنى ان شاء الله يبقى فيها افضل. طيب خش بقى على بهاريز. لا انت جايبها كده ما تبانش، انت لازم تفتح الكاميرا كده، لازم يتفتح. دي اللي هي حاله التسلل. لا هو ايه الكادر لازم يكون مفتوح، احنا عاوزين الزاويه. لا اتفضل. لان احنا عاوزين نقول لسمير يحاول يجيب لنا الكاميرا اللي على مساعد الحكم من الناحيه الثانيه عشان نقدر نشوف التسلل. واقف غلط. ما هو بس واقفين لحد دلوقتي.
بص هو فين؟ هو طبعا هنا متاخر على اخر كمل يا سمير، مش هتيجي في دي يا سمير، كمل دي، ما تحاولش تقطع دي، انا حافظها، حافظ الحالات كلها. هتيجي هنا مش هيتبان برضو، هنا مش هتبان يا حبيبي. في واحده هي لو الكاميرا على الحكم باينه جدا، في واحده باينه جدا، حالات الاعاده اللي في الماتش العادي دي مش هتيجي طبعا. مش هتيجي. بص يا سمير خلاص، ايه اللي على مساعد الحكم يعني، خاصه في التسلل، الكاميرا اللي على مساعد الحكم دي اللي هتبين التسلل عدمه او سليم او غير سليم. فطبعا كره زي دي عشان بس احنا عارفينها، انما طبعا التسلل لو الكاميرا اللي على مساعد الحكم واقف مع اخر تاني مدافع، انا عارفينها ايه، اصل دي كره تنهي ماتش، تجيب دوري، اوكي. وبعدين ده مش خطا تقدير يعني، العمليه صعبه او فيها حاله يعني ما بتتكررش كتير، ده اقرب واحد لللاين مان واقف بعديه، اقرب واحد لاين مان واقف بعديه. يعني سمير لو مش عندك انا ابعت لك صورتها، يعني لو مش عندك انا ابعت لك صورتها، ابعت لك صورتها اساسا يعني، لو مش عندك انا ابعت لك صورتها، خدت بالك؟ مش مشكله. نعم انا عارف، بالنسبه لسمير مش مشكله، احنا ممكن نشرحها. ده واقف بعديه يعني، في واحد واقف بعديه ازاي حسابه؟ هو شريف عبد الله من حكام مساعدين مرشحين القائمه الدوليه. طبعا يعني مفيش مشكله يعني، كل اللي راح بالظبط عندك قدراتك وكده، مفيش مشكله في كوره بالظبط. بس احنا بنتكلم كحاله، كحاله من الحالات السهله اللي المفروض شريف ما يخطاش فيها، ولا حكم تاني درجه اولى او مرشح دولي، انما عنده حالات برده النهارده برده كانت كويسه في الشوط الاولاني، الجول عامل نقدر نشوفها طبعا. الجول صعب جدا، وانا بصراحه يعني عاوز احيي شريف في الهدف اللي احرز، لو طبعا لو معانا نقدر هنجيبه طبعا، نشوفها. هنجيبه تمام، بس عشان هي الكوره صعبه جدا، لان دي مهمه جدا ان هو نشوفها يعني، لان الهدف النهارده اللي احرز من الكره صعبه جدا، اللي هي كان علي معلول، برغم في اي جدال بس طبعا علي كان واقف في موقف ما فيهوش تسلل اثناء لحظه لعب الكره، وبعد كده يا رب ما تيجي تبقى، يا رب تيجي ان شاء الله. ايه ده ان شاء الله، دي اللي تعيد ولا مفترج؟ لا لا تعيد ولا مفترج يا رب. لا المهم بص يا كابتن سيد، الحمد لله قبل ما سمير يحضرها لتعيد يوم العيد. المهم انا عاوز اقول لحضرتك قبل ما سمير يحضرها، كاجمالي المباراه هو الطقم نجح الحمد لله بنسبه كبيره زي ما قلت لحضرتك فيها، ولازم تبقى طبعا في اخطاء، بس احنا بنجيب هنا الاخطاء، مش بنتصيد اخطاء، احنا بنجيب الاخطاء الايجابيه والاخطاء اللي من وجهه نظرنا احنا كانت ممكن يبقى فيها قرار افضل. طيب انا هعترض بس على جمله طبعا. بص حضرتك انا عايزك بقى تقف هنا يعني، لا رجع الكره بقى من الاول، عايزين لحظه الكره خرجت هنا، لحظه لعب الكره اولها ايه يا كابتن سمير؟ الكره في نص ما بين عمرو السوليه وميدو جابر، ازاي هو بيلعب الكره بس؟ ايوه ايوه بس اقف بقى كده، اقف اقف حضرتك، بص بس كده، بص احنا عندنا في الليفت باك اللي هناك يا كابتن سيد لابس اصفر، ده مغطي خلاص تمام، مغطي كل لعيبه النادي الاهلي، مغطي اللعيب اللي هتروح للكوره. بص يا كابتن، يعني احنا عندنا في اتنين في موقف تسلل، هم في ال 18 دي، لو الكوره راحت لو الكوره راحت لهم يبقوا تسلل. بس انا بتكلم على الطرف ناحيه الشمال، انا ما بتكلمش على طرف بقى ولا باك ولا ميدو ولا لي انا بتكلم على ايه؟ اللاين مان نفسه، اللاين مان نفسه ده مش عكسي يعني، الباك اللي عنده ده كابتن ما هو الليفت باك اللي هناك ده قصاده المفروض يعني طبعا مغطيه. بص حضرتك فين، ده بينه وبينه خطوه واحده يعني. بص يا كابتن سيد دي انا ازاي مش هشوفه؟ هقول لك لا، هو ممكن يكون عدم تركيز اثناء لعب الكوره فشاف لقطه. بس يا كابتن سيد، طب بص حضرتك انا عايز اقول لك ان ميدو جابر ده متغطي من ثلاث لعيبه مش من لعيب واحد، كل اللي على ال 18 كل اللي على ال 18 ده واللي دخل ال 18 ده مغطيه. هنا الصوره طبعا واضحه، مغطيه جدا. هو طبعا هنا في عدم تركيز من مساعد الحكم، عارف ليه؟ يعني بالرغم ان هو واقف صح، انما ما ركزش اثناء لعب الكوره. يعني شريف لو مركز اثناء لعب الكوره كان هيشوف كوره مختلفه تماما. لا ده هو مايل خالص يا كابتن، بص حضرتك ده شايف جدا. ما بقول يعني انا هي غلطه طبعا، غلطه كبيره، لان انت شايف كويس قوي. هي الصعوبه بتاعتها ان شريف واقف صح مع اخر تاني مدافع اللي هو لابس اصفر من وادي دجله اللي هو ليفت باك اللي هناك. طب اتفضل تمام، شوف اللي بعدها. غلطه طبعا، غلطه كبيره يعني. احنا عاوزين لقطات التسلل كده بتيجي بالزاويه دي عشان نقدر نشوفها. هنشوفها عندك اللي جاي الجول الهدف. طب محضر لك واحده هنا بقى كويسه قوي يعني، ضربه الجزاء دي ضربه جزاء يعني مش هتشوفها غير مع كابتن محمد الحنفي، بس عدم احتسابها مش هتشوفها غير مع كابتن محمد الحنفي. انا بحب جدا جدا كابتن محمد الحنف على فكره. نشوف بس الكوره، بص حضرتك بقى ايه، كل سنه وانت طيب. لا هتقول انت ولا اقول انا؟ لا اسمع منك، اسمع لا منك. لا يفتى وك... لا ي... لا لا يفتى وانت في الملعب الاهلي. لا والله، بس انا عاوز اسمع منك انت هنا تحسب أنا خطا أقول ليه؟ احسب خطا ليه؟ احسب خطا الاثنين تمام، رجل مرفوعه تمام، ده واحد، انا مش استاذ قانون في التحكيم ولا حاجه يعني. اثنين، تصادم
تصادم حتى بعد ما نزلت. يعني في تصادم حصل وكرة في اتجاه ميدو مش في اتجاه التاني. مزبوط. يعني مش في اتجاه احمد سالم صافي. يعني حتى لو في اتجاه احمد سالم صافي وحصل الالتحام ده مفيش مشكله من وجهه نظري الشخصيه. الكره رايحه في اتجاه ميدو جابر، اوكي. تمام. يبقى انت رفعت رجلك، ده واحد فيها تهور. اتنين اصطدمت كمان في الكره مش في اتجاهك. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط طبعا. لا انت 10 على 10 من زمان، انت عارف رايي فيك من 10 سنين. بص ممكن نرجعها يا سمير لو سمحت. اتفضل اتفضل. نرجع يا سمير لو سمحت، نرجع قبلها. ايوه اتفضل. بص الكره دي نكمل هنا لغايه دلوقتي مفيش مشكله. فكك عادي جدا. ده هنا برافو عليك، ده هنا التحام مفيش مشكله خالص. عادي جدا في الاثنين. هناك مفيش مشكله خالص الكره دي. تمام. انا بقى لو احسب كوره على الصوره دي برضو مش هحسب لغايه دلوقتي. بص يا كابتن كمل. الرفعه دي رفعه الرجل الشمال، هي رفعه الرجل الشمال دي اللي اعتقد ان محمد شاف ما شافهاش، اللي اعتقد محمد ما شافهاش. طب معلش بقى، يعني انا ما يعني ما بشكش في حد. بس انا حته ما شافهاش دي ساعات بتوجعني قوي، يعني بتضايقني جدا. ليه؟ ما دي الحقيقه. طب هات من الملعب يا سمير لو سمحت. لو سمحت يعني. من الملعب مش هشوف دي يا راجل. ده بينه اسمع مني بس يا كابتن، من الملعب ما يشوفش دي. دي الكاميرا اللي ورا الجول يا كابتن. ماشي. اوكي. بص محمد حامد فين؟ عشان كده عشان كده ما حسبش الاولانيه. كمل. تمام. كمل. ما يشوفش دي ازاي؟ يعني بص بقى رفع. ما يشوفش دي ازاي؟ ايه اللي حاجب الرؤيه هنا؟ انا هقول لك حاجه. ممكن يكون بقى تقديره في الثانيه دي، ممكن يكون تقديره، لان انت في اللقطه في وانت في الملعب في كور انت بتشوفها لا يمكن تشوفها واحنا قاعدين هنا في التكييف بنتفرج على التلفزيون. انا بكلمك بواحد كان لسه بيحكم السنه اللي فاتت. انا كلهم صحابي وحبايبي. لا طبعا خلي بالك. لا والحمد لله ما فيهاش تاثير حصلت على المباراه على المبدا الاولانيه. طبعا كوره بتحصل في كل المباريات. اتفضل. بتحصل في كل المواقف. تحصل. طيب خليك معايا، هرجع لها تاني عشان طيب. بتحصل في كل المواقف، انا هرجع لك فيها دي. هو هل هو سمير فوق عامل مفاجاه؟ سمير عامل مفاجاه. لا عشان هي متكرره. انا طبعا من واجبنا هنا في بعض الاوقات ان احنا لو في حاجه متكرره نشوفها. نشوف عشان ما تحصلش بقى. صح. ما تبقاش كل سنه نفس الكوره ما تتحسبش. اتفضل يا سمير. اللقطه دي كانت السنه دي ولا السنه الثانيه؟ في وقت السنه اللي فاتت، وفي واحده اللي قبلها، وفي واحده اللي قبلها، فهتشوف يعني. اتفضل. بص حضرتك كمل. انا ماليش علاقه باطراف اللقاء، انا بتكلم على كابتن محمد الحلف. دي ايه دي؟ دي ركله جزاء. خلاص دي ركله جزاء. ركله جزاء. طب علي صوتك. ركله جزاء دي، ركله جزاء. طيب هات اللي بعدها. انا بتكلم لو احنا بنتكلم على خطوه ناخدها. بس ثانية، هو مين الحكم؟ كان مين؟ محمد الحنفي. محمد الحنفي. طبعا محمد الحنفي. كابتن محمد الحنفي كمل. ايه دي؟ ركله الجزاء. ده السنه اللي بس فاتت. انا عاوز اقول لك يعني انا معلش بس ما بضغطش على حد عشان تبقى عارف، بس انا بتكلم ان كل موسم لازم يبقى فيه يعني واحده انا كوره او لقطه تعلم معايا. طب ما انا تعلم معايا. انا عاوز اقول لك حاجه بس يعني دي رجل مرفوعه خلاص، هي بتاعت النهارده. ما هي ركله الجزاء. طب ما انا عاوز اقول لك حاجه بس. طيب انت حضرتك بتجيب الحاجات خلاص، بس الحالات ديت لان هو لسه في حالات تانية؟ في واحده بس، في واحده بس. ايه دي؟ كره طلعت بره. كره انا بتكلم على الالتحام. فين الالتحام؟ داخل منطقه الجزاء. خلاص جبناها. في حاجات تانية؟ في واحده بس كمان. واحده بس. ده مين الحكم برضو؟ كابتن محمد الحنفي. هي كابتن محمد الحنفي. هو في مكتبه لمحمد الحنفي هنا؟ لا لا سمح الله، ما بقصدش كده. انا اقصد ان في حاجات بتبقى الرجل مرفوعه. ماشي. انا بجيب بس الحاجات المشابهه. خلاص. ما هو في تقديره بقى، ما هو بتاعت النهارده برده ما اتحسبتش. خلاص هو تقديره الراجل كده تقديره. بس اللي انا عاوز اقوله يا كابتن، في احنا النهارده جبنا خمس حالات. دقيقه كمان. طب ده محمد برده؟ محمد الحنفي. طيب انا عاوز اقول لك حاجه. ايه دي؟ طيب خلاص يا سمير خلاص. بص يا كابتن، بص كده، بص احنا النهارده جبنا خمس حالات ست حالات ممكن نجادل فيه، ممكن يكون حنفي فيهم غلط. اوكي همشي معاك ان حنفي عنده ست حالات غلط، بس حنفي بعد كده عنده 6000 حاله صح. ممتازه. فاما اجيب بقى اما اجيب بقى عشان طبعاً. ما انا بجيب عشان ايه الحالات الكويسه؟ انا عاوز الحالات. لا طبعا ده عندك حق فيه، لكن انا بتكلم على كوره بس الرجل فيها بتبقى مرفوعه. ماشي. اوكي فالرجل فيها مرفوعه ما تتحسبش. هو يشوفها بقى، هو يشوفها مره ومرتين شوفها. هو يشوفها مره ومرتين وثلاثه بس. استسمحك بعد كده اما نجيب حاجات قديمه ونجيب برضو حاجات برضو فيها ايجابيه. هي الاثنين. شكرا. وبلاش المفاجات اللي سمير بيعملها. الجول فين؟ الجول فين؟ اتفضل. الجول بتاع صلاح. لازم نجيبه. طبعا طبعا. اه ازاي اختم يعني من غير ما اشوفه يعني؟
لا مش هنتكلم على دي، عاوزين الزاويه. اه عيدهم بس، عيد عيد عيد. تمام، صلاح محسن ما فيهوش اي مشكله، ما فيش مشكله. اه احنا بس عاوزين نشوف بس الزاويه بتاعت مساعد الحكم. برضو دي مش باينه قوي، حاول تجيب لنا اللقطه اللي هنقف فيها. ان الغريب كل مره بخش سمير مش بيقول لي على الحالات التاريخيه، يعني بيجيب لي حاجات اللايف بس هو قاعد معايا، تبقى مفاجات يعني. بحس اني رجعت الملعب تاني. احنا ما بنعيدش اللي فات، انا بتكلم عن نفس الغلطه. اتفضل، انا عاوزها الايجابيه. اتفضل بقى. لا برضو بص، عايزين الاثنين يكونوا باينين من الزاويه اللي على مساعد الحكم، الكاميرا على مساعد الحكم اللي زي اللقطه اللي فاتت يا سمير لو سمحت. طيب خد راحتك فيها لحد ما تبقى جاهز بيها من كل الاتجاهات. فطبعا زي ما نجيب السلبي عاوزين برضو نجيب الايجابي. طبعا طبعا، والنهارده في حالات كتير جدا. النهارده الماتش صعب، انا في البدايه وزارات اتحسبت على الاهلي، انا بحييه فيها. اه طبعا، اللي هي بتاعت وليد سنان تهور، بحييه فيها حاجات كده. في بتاعت طبعا، لكن انا بتكلم على في حاله بتبقى الرجل مرفوعه، ما اتحسبتش السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، طب تتحسب السنه دي؟ يعني السنه اللي قبلها ما فيش مشكله، السنه اللي فاتت ما فيش مشكله، برضو انا السنه اللي ما تتحسبش. انا هتكلم باسم الحكم او الحكام، في كوف انا عشان كده بقول لك انا هتكلم باسم عارف الحكام. عارف ان احنا متغلبنا من الزمالك السنه اللي فاتت كان كابتن محمد حنفي هو الحكم. تمام، انا دخلت له بعد اللقاء حييته على فكره، الحمد لله، لانه على المستوى الفني حكم عمل رائع طبعا ممتازه. كان سيبك ان كان في شويه حاجات يعني موجوده، حاجات في الملعب وفي احتكاكات ودوشه وفوضى في الملعب شويه، ما فيش سيطره كامله، لكن الامور الفنيه ما حدش اتظلم. بالظبط، يعني انا فاكر يعني. كنت هنا في الاستوديو لقيته عامل 94 خطا تحكيمي احتسبه، يعني ما تحسب 94 في خلال 90 دقيقه، لان المعدل كل دقيقه في خطا. برضه هي دي يعني، برضه دي يعني يا عم انا بعت لك صوره ليها يا سمير، واحنا كنا شايفينها قبل ما انزل، يعني هو كان جايب اللقطه مع مساعد الحكم فيقدر يجيبها يعني. يعني انت شايفها معايا؟ اما انا قبل ما انزل شفتها. هجيب سمير شويه بقى. المهم يا كابتن سيد، لو بقول لحضرتك يعني الحكم بيبقى هو في الملعب، انا بكلمك بامانه وبصدق، بتبقى في المباراه انت بتشوف حاجات فعلا ولا كاميرا تقدر تخدمك فيها بعد المباراه. لحظة، انت في لحظه بعدين في لحظه وبرضو انا سافرت افريقيا كتير، سافرت حتى في البطوله العربيه، احسن حكام موجودين على الساحه العربيه والافريقيه الحكام المصريين. بالظبط، مفيش كلام، مفيش نقاش. انا بكلمك في كوره، حاله واحده بس، الحاله دي لو انا ما شفتهاش السنه اللي قبل اللي فاتت هشوفها السنه اللي فاتت. طب ما شفتهاش السنه اللي فاتت هشوفها السنه دي، نشوف يعني التقدير فيها. وكل ضرب ضرب عندنا بخصوص طب الحكام. بخصوص الحكام احنا دلوقتي الحمد لله برضو من الاخبار الكويسه. ثواني يا سمير، من الاخبار. اوكي بص، لا دي مش لحظه لعب الكوره. طبعا لا، نرجع كده في حوزته، لسه دي لسه في حوزته، لسه لحظه لعب الكوره. احنا كنا مثبتين على فكره. بص برضو لسه 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 أول لسه. بص لسه 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 اول ما هيبدا يباص بس كده، ارجع بس كده، ارجع سنه، ارجع سنه بس كده، ارجع سنه كمان بعد اذنك سنه. بص يا كابتن، لحظة لعب الكرة أما يعني لو قدمنا يعني لو رجعت سنة بسيطة يا كابتن سيد. طبعا دي من كور صعبة جدا، احنا عملنا خط وهمي يا كابتن مع آخر تاني مدافع بتاع وادي دجلة. الصورة اللي أنا بعتها لحضرتك كانت أوضح من هنا. أنا بعت لك صورة يا كابتن سمير، يا كابتن سمير عكاشة، وفيها خط. أنا بعت لك صورة فيها خط يا حبيبي. لو أقدر تجيبها تبقى أفضل من دي. طبعا. بص يا كابتن، طب لا اتفضل يا كابتن. بقول لك يعني بتكلم على الكره دي ولا الحكام اللي هم لا بنتكلم على الكره دي خلاص. بالكرم على الكره دي هنا عندنا يعني معدين وقتنا يعني. يعني هنا مساعد الحكم الثاني شريف واقف موقع كويس جدا مع اخر ثاني مدافع، برغم ان في لعيب من الاهلي مغطي عليه، بس احنا لو نقدر نجيب لحظه لعب الكره هتبين لنا اكتر. ولو عملنا خط وهمي هتلاقي ان مساعد اللعيب ليفت باك مغطي بس انها باخر ثاني مدافع يعني هدف صحيح. انا من وجهه نظري طبعا هدف سليم طبعا. اوكي، هدف سليم طبعا، لان لو عملنا خط وهمي هتلاقي الرجل بتاع وادي دجله ماشيه مع معلول، بس لو جبنا الكره لحظه لعب الكره تبقى افضل يعني. انما طبعا انا بحيي شريف في الكوره دي. هي دي لحظه لعب الكوره بس كده، بس كده، بس كده، بس كده. بص هنا يا كابتن، هتلاقي يا كابتن لو مشينا بخط وهمي هتلاقي واقف معاه اخر رجل بتاع وادي دجله. بالظبط، بالرغم انها كره صعبه. وتاكيدا لكلامك لو فصلنا ما بين الخط الاخضر الغامق والفاتح، برافو عليك، برافو عليك.
طب هدف صحيح ولا لا؟ انا وجهه نظري طبعا هدف سليم ما فيهوش تسلل، ما بتكلمش انا في التحكيم خالص. انت خالص يعني انا بعد كده ممكن تمسك حبيبي يا كابتن سليم يكون صحيح. طيب طيب يا كابتن سيد، يبقى يومنا خلص النهارده، الاهلي بيتفوق على دجله وبيوصل من النقاط لسبع نقاط، الاهلي بيهزم دجله وبيهزم الاجهاد والتعب وكمان الدخول مره ثانيه في البطوله المحليه. الف مبروك لكل الجماهير الاهلاويه، كل سنه وانتم طيبين، هنتقابل على خير ان شاء الرحمن في يوم جديد وملعب جديد من ملعب الاهلي يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الرحمن، ولقاء الاهلي مع حرس الحدود. اسيبكم ونتقابل على خير يوم الجمعه ان شاء الرحمن.